بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصنا الأسفل، هسه بلشنا في الأجريجيت. حكي نعم عفوا هسه اللي مكملين فيه اللي هو الأجريجيت. حكينا الأجريجيت الديفينيشن تبعهم it's a crushed it's a sand أو gravel أو crushed stone اللي احنا اذا عملناهم قلنا لهم ما بايندينج ماتيريالز مثل البورتلاند سيمنت اور الاسفلت هيعملوا اللي هو الكومباوند ماتيريالز. هاي اللي وذ ديزاير بروبرتيز اللي احنا بدنا اياهم. حكينا ديفرنت سورسز للاجريجيتس. المره الماضيه حكينا عن الكراشد اجريجيتس واللي هم جايين في الوين بالكسرات. حكينا في هذا الاحجار الكبار بنكسرهم واثناء التكسير بنفصلهم لديفرنت ستوك بايز. هذول الستوك بايز كل واحد فيهم يعبر حيكون فيه within different gradation. هذول الستوك بايز متواجدين بالكسرات. هسا عددهم الأحجار المتواجدة بتعتمد على عدة ظروف، أحدها اللي هو النوع الأجريجيتس الموجودين باحتمالية بسهولة تكسيره والكابابيلتي تستبعين هاي الكسارة أو السيلز الموجودين داخل هاي الكسارة. هسا اخذنا بروبرتيز للاجريجيت، اخذناها في مواد بناء، اخذناها كمان جزء منها في ماده السول وراجعوا لكم اياها في مختبر مواد البناء. ذكروني فيهم شو اخذنا بروبرتيز لهم؟ سبيسيفيك جرافيتي، موستر كونتنت، ها الهاردنس، ابسوربشن، شو كمان؟ عفوا بارتيكل سايز جريديشن لوس انجلوس بارتيكل شيب شو كمان؟ طيب هسه هذول البروبرتيز اللي انتم درستوهم تمام. مثلا اخذت سبيسيفيك جرافيتي، اخذتهم البارتيكل شيب او اي بروبرتيز فيهم، كان كل واحده فيهم هذا ريليتد مع البيرفورمانس تبع الاجريجيت او نحكي الميكس كامل. حد يربط لنا اياهم مثلا البروبرتيز تبعين هاي اللي درستوهم هم هسه هم هذول بارتيكل سايز هاردنس ديورابيليتي كيميكال ستابيليتي بارتيكل شيب وات ايفر هذول اللي انتم درستوه سابقا. هسه هذول احنا درسناهم اخذنا عليهم ليميتس مثلا لوس انجلوس ابريج تيست صح. ليش استعملنا الهاردنس؟ حطينا ليميتس عليه لازم ان تكون نسبه التاكل كذا. ليش حطيناها؟ حتى نستبعد الاجريجيت الضعاف ولا القويين؟ الضعيف. واذا لانهم اذا موجودين حيعملوا الويك ميكس ولا لا؟ هاي البروبرتي تستبعينهم. طيب خلينا نربط الاشياء هاي بالبارتيكل سايز الجراديشن مواد بناء. شو تعلمتوا في فيها ذكروني؟ ايش مع الوركابيليتي؟ اربط لي اياهم. ليش استيباز عشان الخطه السمنتيه تقدر تمرق من بين اذا كان الباص قرب من بعض ك ك كجراديشن نحكي هسه ذكر انه اذا كان حجم حتى كبيره ايوه تعشيش. تمام صار تعشيش واذا زادت هاي الفراغات شايفين قاعدين تربطوا لي المعلومات بالفراغات الفراغات 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 هاي عم تحقق اللي هو البرفورمانس انديكيتر او البارامتر هذا اللي احنا بدنا نحاول نضبطه. اذا زاد او ما فيش فراغات حكتوا لي تعشيش. اذا قلت تصير مشاكل ولا لا؟ وهكذا. هذا اللي بنحكي فيه، هاي البروبرتي اللي احنا ندور عليها. هسه الفراغات هاي كنا نتحكم فيها عن طريق الجراديشن. ايات اللي فيه فراغات اكثر الكورس ولا الفاين جراديشن؟ الكورس جراديشن ممتاز. هسه
هذا الكلام هو نفس البروبرتيز بس حنعيد صياغته بالنسبة للخلطة الأسفلتية. هسا الكلام إحنا هاي this is as a pavement material، وين نستخدم الأجريجيت؟ نستخدمهم ممكن as في الخلطة أو الأسفلت ميكس اللي إحنا شفناه في المختبر، الأسفلت ونضيفه للأجريجيت، ونستخدمها في طبقات الطريق المختلفين البيز والصب بيز. هسا فبالتالي رح نرجع نطلع على هاي البروبرتيز ولكن من نظرتنا as a pavement engineer. هسا السيف أناليسيس أو البارتيكل سايز ديستريبيوشن. سيف أناليسيس هو فكرة التدرج أو الجراديشن، هو إحنا بدنا نشوف إيش هو البارتيكل سايز الموجودين ضمن هاي العينة اللي إحنا نتعامل معها. طبعاً this is one of the most important property للأجريجيت، الإفكت different properties منهم الاستيفنس، الوركابيليتي، البرميبيليتي وهكذا. أنا باجي نطلع as أسف مكسشرز، هذول حنرجع نطلع عليهم بعدين إن شاء الله. طيب البارتيكل سايز ديستريبيوشن كنا نعمله عن طريق السيف أناليسيس، فكنا نجيب السيفز نرتبهم من الأكبر للأصغر، ونجيب السامبل وبنخل وترجع أوزان على كل سيف منهم، صح ولا لا؟ هذا كنا نعمل. طيب هاي الصورة أنت عارفينهم. هسا كل سيف، هذا الفيديو ممكن تحضروه بعدين، كل سيف حيحتوي على سيف اوبنينج خاصه فيه او حجم فتحات معين. فمثلا سيف نمبر 4 المعروف لكم 4.75، فبالتالي الاجريجيت او عفوا السيف اوبنينج هون اللي هي 4.75. طيب هسا لما احنا نحط العينه تبعت الاجريجيت على هاي السيفز ونعمل شيكن لها، حيصير في عندنا شغلتين، يا اما الاجريجيت هاي بتعبر هذا السيف او لا. حسب اذا هذا السيف نمبر 4 معناته السيف اوبننج هون 4.75، فبالتالي يا انه ممكن الاجريجيت ترجع على هذا السيف او ممكن تعبر هذا السيف. حسب لو حكينا حطينا العينه كامله هي 100%، حكينا هون 75% و25%، 25% عبرت هذه السيف، 75% رجعت أو ريتين، 75% ريتين و25% باس هذا السيف. تمام لحد هون؟ هذا فيش جديد. هسا بدنا نفهم شو معنى الأرقام هاي. لما أنا بحكي لكم 75% من العينة ريتين على هذا السيف، إيش معناته هذا؟ هذا كورس. هذا بس خلينا قبل ما نصل للكورس نربطها بالسيف اوبننج. شو هو هذا؟ انه الحد الدايمتر تبعهم اكبر من 4.75. اجين السيف اناليسيس شفت تذكروا الشارت تبع السيف اناليسيس، هو فعليا حيعطيك تصور كامل عن ايش هو الجرادي، عن البارتيكل سايز ديستريبيوشن الموجود في هذا الستوك بايز الموجودين معنا. فمثلا لما نحكي هون 75%، فبفهم انه من العينه تبعتنا هاي 75% من البارتيكلز لهم حجم اكبر من 4.75، والعكس هون 25% منهم لهم حجم اصغر من 4.75. طيب ناخذ اكزامبل ونفهم الارقام. سيف اناليسيس تيست عملنا على هاي، اخذنا عينه من الاجريجيت وزنها 510 جرام 0.9. هاي العينه كانت مجموعه السيف زي ما هذول، كان هون الاماونت ريتين. الارقام هذول عارفين من جبناهم؟ واضحين. طيب هذول الأرقام، هاي السيف سايز وهاي الأماونت ريتين، نمبر 4 نمبر 8 وإحنا مرتبينهم من الكبير للصغير، وعلى اليمين بأول كولوم اللي هو الأماونت ريتين. هسا أجين بدنا نحاول نفهم إيش معنى هذول الأرقام الموجودين قدامنا. هسا هون نمبر 4 it's a zero، شو يعني هذا الرقم؟ هسا كلمة final course هاي مش عارفهم. هسا خلينا منه على الديفينيشن بس للسيف، كلهم أقل من هذا السيف. طيب يعني أكبر من هذا السيف، أجين كأنه تخيلوا أن هاي العينة هي متمثل الستوك بايل هذا اللي إحنا نشوفه قبل شوي، واحد منهم قاعدين نعرف شو هو. طيب هسه يعني حشات تعرفوا بس. طيب
هون من هذا السايز النمبر 4 بالنسبة إن العينة 0 جرام معناته إنه ما فيش من هذا الحجم. طيب 33.2 هاي شو معناته؟ 33.2 شو مالهم؟ قطرها أصغر من قطرها 2.3 نسبة من غير زيادة. يس الثلاثة وثلاثين فاصلة اثنين غرام هذول الكمية هاي هل هي أكبر من نمبر 8 ولا بيناتهم؟ طيب بيناتهم نطلع على الصورة هاي نرجع لهاي هاي هسا يصير نمبر 4 يصير نمبر 10 مليمتر وهكذا على نمبر 10 أكيد حيرجع زيرو على نمبر 4 رجع زيرو على هذا واللي تحتيه 56 صح؟ 56.5 خلاص تمام هاي هذول هسا هذول الصفر اللي هون هم عبروا ايش مالهم؟ هذا السيب والصفر هذول عبروا السيب اجين العينة كلها هون 510 العينة كلها فوق طيب من ال 510 هذول كلهم عبروا هون قديش وقف هون؟ 33.2 33.2 هم هذول شو مالهم فعليا هم عبروا ال 475 وقفوا 2.36 فعليا هذا الرقم هو يعطينا الرينجز بيناتهم هو ما بين ال 2.36 وال 475 طب ال 56.9 هذول هم مش هذول اصلا باس هذا السيب ولا لا ورجعوا على ايش على هذا السيب ففعليا 56 هو عبارة عن اللي هو ما بين ال 1.18 وال 2.36 وهاي 2.36 وال 4.75 منطقي ولا لا؟ طيب فبالتالي في 33.2 هاي هي كأنه اللي ما بيناتهم وهاي كان البناتهم ما بين نمبر 8 ونمبر 10 وال 33.2 ما بين نمبر 8 ونمبر 4 طيب هسه العمود الثاني اللي انت تعلمته دائما نحسبه اللي هو الكوميوليتيف اماونت ريتين كوميوليتيف اللي هو السؤال هسه لا ما بدي هذا السيف بدي هذا السيف فما فوقه كامل يعني كالتالي هذا الرقم هو الصفر فما دون اللي هو نمبر 4 وأعلى طيب 33.2 هو ما بين نمبر 4 ونمبر 8 ال 56 هذا هو ما بين نمبر 10 ونمبر 8 الكوميوليتيف كان بنحكي قديش هذا كامل فاللي هو ما بين 10 و 8 56 زائد ما بين 8 و 4 33.2 وما بين 4 واللي فوقيه كامل اللي هو صفر تمام فاللي هي تطلع هاي لل 90 هذه الارقام الموجوده معاكم هون فال 90.1 هاي هي كانه بنحكي عن المقدار من هذا السيف لهذا السيف ومن هذا السيف لهذا السيف وهكذا فالكوميونيتيف كانه بنحكي قديش رجع على كل هاي السيفز اللي اكبر من هذا السيف اللي احنا انترستد فيه وضحت طيب هذول الرقمين شو الفرق بيناتهم ها غير زياد ها يس اوس 151.4 السايز تبعها يعني 1.8 0.6 اما ال 320 الحجم تبعها 0.6 واكبر يعني هون نمبر اكبر من نمبر 30 وهذا ما بين نمبر 16 ونمبر 30 صحيح؟ ها؟ طيب هسا الأرقام هذول اليونتس هم جرام لأنه إيش طبعا مجموع العينة تبعتنا حتكون
510 هاي العيلة تبعتنا. طيب هذا العيل احنا قاعدين نعمل الستوك بايل هذا الاول. اجى شخص ثاني واخذ عينة 1000 غرام. الاصل انه يطلع نفس التدرج هذا. نفس التدرج ولكن الارقام هذول حيختلفوا ريليتد مع العينة تبعته. حتى سهلنا نفهم هاي الارقام نخلص من اليونت. فبنحولهم لبيرسنتج. كيف نحول البيرسنتج؟ الاوزان هذول بنرجعهم لوزن العينة اللي احنا تعاملنا معه. فنحكي 33 يعني لو نرجع هون هي هاي 33.2 من 510. لو انت اخذت عينة 1020 الاصل هذا حيكون 66.2 هو نفس الرقم بس 33 من اصل 510 وهكذا. حتى نخلص من هذا الموضوع نحولهم لنسب. نحول الارقام هذول لنسب بيز على اللي هو التوتال ويت للسامبل اللي انا شغال فيه. فتطلع معنا النسب هون 0.6.18.34 وهكذا. فالصفر هاي عبارة عن الستة عبارة 33 ديفايدد باي 510 وهكذا. طيب هذا الكوميوليتيف ريتين النسبة هاي شو معناتها؟ هاي 6% من العينة أكبر من نمرية. طيب إذا 6% أكبر من هذا الحجم قداش النسبة الأصغر منهم؟ 94. فال 94 اللي هي البيرسنت باسنج اللي هو قديش نسبة الباسنج لهذا السيب. بس هو فعليا باسنج هذا السيب ولا بس هذا السيب واللي فوقيه كامل؟ واللي تحتيه هاي ال 94%. بيرسنت باسنج هذا السيب واللي فوقيه كاملين ولا اللي تحتيه؟ ايش اللي تحتيه؟ اللي بمر منه بمر التحتيه. لا عكس عكس ال 94% هذول حيباس هذا السيفز ولا باس اللي فوق هذول؟ لا باس ال 94% من العين عبر الجزء الاول ولا الجزء الثاني؟ عبر الجزء الثاني. هون هذا السيب هذا السيب الكوميونيتيف ريتين 6%. شو يعني الكوميونيتيف ريتين يا زياد؟ الكوميونيتيف ريتين التراكم. شو يعني؟ يعني اللي رجع على هذول السيبس كلهم منهم 6%. طيب ال 94% اللي هم مر هذول كاملين اللي مر من كل السيفز هذول 94%. شو مالكم؟ يصح صح. يصح صح. طيب نقل خلينا ناخذ الارقام. هسه البيرسنت ريتين على 4.7 كان الصفر صح؟ ريتين عفوا اعطوني الكوميوليتيف ريتين. هاي صفر هاي 6 هاي 18 صح؟ طيب هاي 34. طيب هاي بدي اوقفهم. هسه الستة هاي شو معناتها يا زياد؟ متوقع عليهم. لا فرق ستة اللي هو منه اللي رجع منه على كل السيفز اللي فوقيه. يعني ستة اللي هي هذا مع هذا مع هذا من هون صح؟ طيب رجعكم على الأوزان من هون لهون حكينا 33.3 من هون لهون 0 من هون لهون 6 و 5 6 9. تمام واضحين هذول الأوزان ولا لا؟ طيب ها هسه كأوزان 90.1 شو تمثل يا زياد؟ اللي هي هذا زائد هذا اللي هم حجم ما بين ال 475 فما فوق او اللي فوقيه 9.5 ما بين 2.36 وال 4.7 وما بين ال 1.8 و 2.36 ولا لا؟ صح؟ طيب
التسعين فاصلة واحد هي نفسها هاي الستة في المية لو حولناها كنسب. ستة ولا 18؟ 18. 18 المية شو بتمثل يعني يا زياد؟ هي نفسها هاي زائد هاي. فثمنتاعش المية هي مقدار اللي رجع على كل مجموعة من السيز بيناتهم فوقهم كاملين اللي هو مهوف بهاي فكرة الكوميوليتي التراكم اللي هو 56.6 زائد 33.2 وهكذا. طيب الثلاث 33.2 هاي درجة أحولها للنسب، هاي من الخمسمية وعشرة هي عبارة عن 6% وهاي من هون عبارة عن 11% هيك، وهاي 0%. هسه ما بين الأربعة وخمسة وسبعين والعشرة قديش النسبة؟ هاي رتين، ده نسبة رتين لحال اللي أوزان ما بين الأربعة وخمسة وسبعين صفر، ما بين الاثنين فاصلة ثلاثة والأربعة فاصلة خمسة وسبعين 6% رجع عليهم، وما بين الواحد فاصلة ثمانية وال 2.36 11%. طيب نرجع بالأسئلة نبسط السؤال. نسبة الأجريجيت اللي لهم حجم ما بين ال 2.36 وال 4.75 6% صح؟ نسبة الأجريجيت اللي لها ما بين 2.36 وال 4.75 لازم الأكبر من 2.36 مو بين يعني بين تو سيفز هي اكبر واصغر من هذه اللي فوقي، هي حتكون لما تكون اكبر هاي بيرسنت ريتين مش كوميونيتي. هاي السيفز اللي قدامي هسه هذا ال 4.75 هاي نسبة الأو هسه بدي اطلع على هذا واحد عمود واحد الوزن اللي يرجع على 4.75 قديش؟ زيرو. هاي 33.2 شو عرفنا عنها؟ اللي هو ما بين هذول الاثنين ولا لا؟ اللي هي خوالد شو تعريفها؟ اللي لهم حجم أصغر من 4.75 وأكبر، وهذا اللي كنت قصدي فيها قبل شوي تمام؟ طيب فهاي اللي هم هاي دحكي لكم هاي الأماونت هذا اللي هو 33.2 هذا 56.9 اللي هو ما بين 2 اللي هو 2 بس خليك الآن هذا أرقام مختلفة بس اللي هم الاثنين فهذه اللي قصنا فيها اللي هي هاي 56.9 واضحة لحدهم؟ واضحة الأرقام؟ هاي اليونس إيش مالهم؟ جرام. طيب هسا بدي أحولهم نسبة بس هذول شو هم بيرسن ريتيل بيرسا عفوا هذا ريتين اللي هو ايش يعني ريتين اللي هو اللي حكينا عنه بتعريفنا هذول لو بدي احول لهم عن نسب بدي احول 33.2 على 510 اللي هي 6% و56.9 بدي اقسمها على 510 حتطلع 11% واضح مش كميه انا هذاك انا حكيت لك هذا بيرسنت ريتين مش مش كميه خليك من الكميه هذول الرقم شو معنى 6% هذا؟ 6% معلش اخوان 6% ايش معناها؟ اكبر من 2.6 واقل من 4.0 ممتاز وال11% شو معناته هون ها؟ يس اكبر من 2 واصغر من فكانه استبدلت هاي بال 6% وهاي بال11% بس وضحت؟ واضحه لحد هون؟ عشان تكون كلامنا اسهل هسه لما ناخذ الكونكلوجن واضح بس ان حولت من غرام لنسبة بس طيب هسه نطرح عدة أسئلة السؤال الأول قديش نسبة الأجريجيت اللي هم أنا حتكون 0% أكبر من 4.75 أو ما بين 4.75 وال 10 مليمتر صفر ما بين 2.3 وال 4.75 6% ما بين الاثنين و 2.36 طيب ما بين الاثنين والأربعة خمسة وسبعين اللي هو هذا زائد هذا صح هذا اللي هو الكوميونيتي طيب صح ولا لا طيب
ما بين الاثنين والعشرة 17. طب أكبر من الاثنين 17. هذا اللي وهي الأكبر من الاثنين كوميونيتي، كانوا اللي هم مجموعة الأجزاء هذول كلهم من فوق. وضحت؟ ها؟ وهذا الحد هون مش هون الخلاف تبعنا ثاني. هاي 17 يجوز احنا خلطنا الأرقام مش مشكلة، هي 18. طيب ال 17% هال 17% ايش معنى هذول؟ أكبر البيرسن باسج على كل هذول السيفز اللي فوق ولا لا؟ واضح؟ أي سؤال لحد هون؟ طيب إذا أنا 17% بس هذول السيفز كلهم صح؟ عفوا 17% الريتيند على هذول كاملين، قديش نسبة الباس هذول السيفز كاملين؟ هاي اللي هي البيرسن باسنج، بس هي البيرسن باسنج قصدنا لإيش؟ هي فعليا كلمة زي كوميونيتي مسقوطة في ناتهم، هي قصده عن كل إشي باسنج هذا السيفز وكل اللي فوقي. ف 17 اللي هي 100% ناقص 17 حتعطينا إيش؟ 3% هاي بيرسن الباسنج هذا السيفز وكل اللي فوقي، كل عبرت من كل اللي فوقي. وضحت؟ طبعا وعبرت. هسه نفرق ما بين البيرسن ريتيند والبيرسن كوميونيتي ريتين. طيب قبل اي سؤال لحد هون؟ طيب نرجع لرسمتنا هاي القديمه. فانا الاماونت ريتين، كوميونيتي ريتيند، كوميونيتي ريتيند، بيرسن ريتيند اجين اللي هي هاي ال 18 يعني على هذا السيفز ايش؟ واللي فوقيه كمي. البيرسن باسنج 82 اللي هو ايش؟ عبرت هذا السيفز وكل اللي فوقيه. ما هي طبعا اكيد اذا عبرته لازم تكون عبرت كل اللي فوقيه. صح؟ طيب. هسه هاي الارقام. هذا اللي هو سيف اناليسيس اجين الكالكوليشن سهلين وعارفينهم. اللي يهمني كيف احنا نقدر نقرا هذول الارقام. هذول لازم يعطونا تصور ايش هذا الستوك بايل الموجود معانا، يعني كانه تخيلوا انه الارقام هذول هي لهذا. بدي افهم شو الستوك بايز هذا، شو فيه احجام. طيب وين هذا الجراديشن؟ هاي هاي. هسه من هون شو نقدر نفهم من هذا الستوك بايز؟ شو اكبر حجم ممكن الاقيه فيه؟ 2.3.6 ممكن تلاقي اكبر منه صح؟ بس نمبر 4 لا، فهو اصغر من ال 475. بس في بيناتهم ما في بيناتهم. شو كمان نقدر نستفيد فيه منه؟ الدست اللي هو ناعم جدا نمبر 200 فيه نسبة منيحة ولا لا؟ 58.3 على 510.9 هاي البرسنت. هاي شو هي هاي 3.1 مش نفسها الباسين كلهم. هاي 3.1 نسبة الدست وهكذا. طيب خليكم بس نفهم انه لحد الآن فهمنا من هاي المعلومة انه هذا الجراديشن او هذا الستوك بايل هذا اكبر حجم موجود فيه من هاي الأرقام، فصار عندي تصور شو الموجود فيه. طيب هسه هاي البيانات حتى نعبر عنها عادة بالجراديشن تشارت، واللي انتو خدتوها سابقا عبارة عن سيف سايز على الاكس اكسس وعلى الواي اكسس البيرسن باسنج. ونفهم شو يعني البيرسن باسنج. هسه هي اللي احنا قبل شوي حكينا عنها لما انا بحكي ال 82% اللي هو هذا نسبة الباس هذا السيزو كول ايش فوقي. طيب طبعا كم نرسمها؟ حتكون هاي البيانات ونسقط على هاي التشارت مثلا 475 باسق 100، هاي 475 وهاي 100 2. نمبر 2.36 94 هاي النقطة وهكذا. هاي النقطة الثالثة هذول هيك. هذا اللي هو الجراديشن تشارت لهذا الستوك باي اللي هو نفس التيبل الموجود معنا. ومن هذا الشغل تبعنا حيكون هون، من هون حنختار او نتعامل مع الاجريكس. واضح؟ ها؟ طيب
هذا نظر اكزامبل لكم. طيب هسه هذول الاجريجيتس الستوك اجين الستوك بايل هذا انا اللي بتطلعنا في وي هاف جروب ذم باي كي سيفز حتى نفهمهم. حكينا قسمناهم ل 3 ديفرنت جروبس كورس فايل وايش بنسميه داست او مينرال فيلر. هسه انتم اخذتوهم في مواد بين بين اللي انت حكيت لي اياه الكورس اجريجيت والفاين اجريجيت. كيف نفصل بيناتهم؟ نمبر 4. هذا نمبر 4 بنسميه الكي سي. هسه هذا الكي سي بيتغير بتغير المواصفه. اذا اجين احنا نتعامل مع الطرق. هسه اذا احنا اعتمادا على الاي اس تي ام الكي سي اللي هو نمبر 4 اسفلت انستيتيوت بيختاروا نمبر 8. طيب نشوف التعريف كالتالي. الكورس اجريجيت هم الاجريجيتس الريتيند على سي نمبر 4. فهذا سي نمبر 4 الفاين اجريجيت هم الاجريجيت باسنج سيم نمبر 4 وريتيند على سيم نمبر 200. فكأن اللي هم انعم من نمبر 4 اخشن من نمبر 200. هذا فاين اجريجيت. الترم الثالث مينرال فيلر داست تو فاين. هذول اللي هم الاجريجيت باسنج 200. نعم نمبر 4 4.75 نمبر 200 أو أوكي مايكرو مليمتر سر مايكرو مليمتر هاي. طيب هسه فنمبر 200 نمبر 200 هذول بسميهم من الأرفيلر داست تو فاينز. أجين هذول التيمز بيهمونا حتى نفهم الأجريك زي ما تخيل زي ما عملنا في مواد البناء. هسه في بالنسبة للأسفلت إنستيتيوت لا اختلف غير لك الكي سيز لنمبر 8. فنسبة الكورس هو الريتيند على نمبر 8 اللي هو الأصغر والفاين هو ما بين نمبر 8 ونمبر 200 والمينرال فيلر والدست هو ما بين الباس 200. هذول 3 سيز اللي هم حنفهم منهم هذول الأحجام الأجريس الموجودين. يعني طيب نطلع على الصور هاي حتى نفهم الأجريس. هذول الديفرنس سايز أجريس وذا ديفرنس سايزز. هذول ما بين ال 1 1.25 هنا ما بين ال 4 وال 5 مليمتر. هذول الأجريس ما بين ال 10 و 12.5 وهذول ما بين ال 20 و 25. طيب الستوك بايز اللي احنا قبل شوي عملنا له تحليل ها اي واحد فيهم حيكون اي واحد من هذول الصور الاربعة توصفه شو كان اكبر حجم موجود فيهم اقل من 4.75 ممكن يكون هذا الاول. هل ممكن يكون هذا؟ لا معناته انا بفهم انه هذا الحجم مش موجود ضمن هذا الستوك بايز. طيب لو نسقط هذول السيفز على التشارت هاي فمثلا هذا 19 مليمتر. وين موجود 19 مليمتر؟ هاي 19 مليمتر وهون. فكأنه لو صح التعبير هذا الجراديشن الموجود معنا النقطة هاي الموجودة معنا توصف قديش عندي أجريجيتس من ريليتد لهذا الحجم. شوف الصورة الثانية هذا نمبر 4 نمبر 4 هي. فكأن الصورة الرقم الموجود هون هو يوصف لي قديش في عندنا من الحجم هذا. ونفس الشيء بالنسبة لهذا اللي هو 2.200 هي قديش من هون. طيب نجرب مع بعض. هذا الجراديشن اللي قدامكم او احكي لكم هذا الجراديشن هاي هذا
شو شايفين فيه هذا؟ أكبر حاجة موجود فيه؟ ها؟ مركز على جهة معينة صح؟ لا هيك لا تغير الكلام خليكم من الجريد هذا خليكم منه نطلع بس الشيء البسيط اللي هون شو شايفين هاي؟ هاي 100% عند 19 وصفر عندي ايش؟ 12.5 أجيب هاي صفر بيرسنت باسنج بيرسنت باسنج 100% بيرسنت باسنج يعني عبرة 19 وصفر بالمية على 12.5 يعني فعليا هم ما بين ايش وايش؟ هذا اللي هون هو ال 475 يتحرك حوالين فكأنه ها يعني كأنه اللي في اللون الأحمر هذا اللي في اللون الأخضر هو الواحد هذا الجراديشن يجي يعطيك تصور كامل على اللي قاعد يصير معنا فتخيل فكل واحد من هذول الأرقام الموجودين كل نقطة هون هي عبارة عن في النهاية تعكس إيش هذول الأرقام يعبروا في الواقع وضحت؟ طيب هسا هاي الصورة كالتالي حكينا الكورس نمبر 8 أو نمبر 4 الفاين ما بين 4 و 8 والدست نمباسنج نمبر 200 هسا بالشارت هاي هاي نمبر 4 السير او الجراديشن او الجزء من الجراديشن اللي يتغير هون هو يوصف ايش يوصف الكورس لانه هذا السيفز ايش معلومه هم الاكبر من نمبر 4 اللي حكينا اكبر من نمبر 4 هذول البيرسنت في اجريجيت كورس اللي هم البيرسنت ريتين فكانه الجزء اللي على اليمين نمبر 4 يوصف الكورس اجريجيت طيب هسه الجزء اللي على اليمين اليسار اللي هو again هذا نمبر 4 وهذا نمبر 200 هذا الجزء بيناتهم وهذا المقطع يوصف الفاينايت واكيد اخر جزء فيهم هذا اللي هو الدس again الكلام الموجود هون حيعطيك انه يحكي لك شغلات انه عن different references ما فيش مشكله بس عشان هيك احنا حبيت اورجيكم الرسم الالوان طيب فكأنه لما أنا أطلع على هاي الصورة مرة وين راحت هون على المواد على الأسفل كده بشيء يتم البيرمنت 2 لسه عند الاس تي ام هي واصلة لا الاس تي ام 2 للأسفل بس هون الاس تي ام ستاندر بيعتمد 4 وهذا يستعمل أسفل الانستيتيوت يستعمل 8 هاي إشي وهذا إشي هذا ستاندر هاي ستاندر طيب وين الصورة هاي هاي فكأن هذا الكي سيفز هذا النمبر 4 وهذا النمبر 200 خلينا ارسم بالبلد كأنه الجزء هذا يوصف لنا جزئية الكورس الجزء هذا الفاين اجريجيت وهذا الجزء اللي هو الدست فبالتالي لما انا بحكي الجراديشن تبعي هي هذا مثلا هذا الجراديشن كله ايش ماله كورس اجريجيت هذا الجراديشن هون فاين هذا الستوك وايز هون دست فبالتالي تخيل انه هذا كوم واحد هذا كوم اثنين وهذا كوم ثلاث هي واحد هي اثنين هي ثلاث مبدئيا من هاي التشارت الالوان اللي موجوده قدامكم فهمت انه ستوك وايز 1 الجبل الاول فيه كله دست طبعا هذا الجبل الثاني فيه فاين والجلب الثالث كله كورس هسه احنا قاعدين نعمل تحليل لهم طب انا اللي مثلا لو انا بدي اختار منهم هذول لو بدي هسه بدي اعمل ديزاين ها لو بدي اعمل ديزاين على الكورس من المواد من وين حجيبهم من اي واحد فيهم من اي كوم الثالث لو بدي اعمل على الدست الاول طب لو بدي هذا واحد انت
بدك تشكل بيناته صح؟ وهذا اللي بدنا نعمل، وهذا اللي احنا بدنا اياه في الفعل. المتوفر عندكم الموجود هذول بس اشياء مختلفه، 1 2 3 هذا المتوفر اللي بدي اياه، بدي اياهم كلهم. الحل ناخذ منهم، وهذا حنحكي عنه بعدين ان شاء الله. طيب اجين يعني بحب ناكد على الصوره هاي، ال 20.25 هذه الصوره هون، يعني بنحكي عن هذا الرينج. ها الاجريس اللي بتتغير هون، الجزء هذا من الجراديشن كانه بيوصف هاي الاجريس، الجزء هذا من 10 12.5 هذا هون الجراديشن يتغير هون يوصف هذا الجراديشن هون. ال 4.75 او هي هون، هاي بتوصف هذا الجراديشن الاجريس هون، يعني كالتالي مثلا هذا الستوك بايل معناته انه كلهم من هذا الحجم ولا لا يا زياد؟ هذا نستان، وهذا فيه من هذا فيه من هذا صح؟ من 9.5 العفو 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 25 هذه هيك الأول والثاني صح؟ هسا في البداية حكيت لكم الستوك بايز عادة حيكون فيهم مجموعة من السيلز، ما تلاحظوا مش راح تلاقي بين واحد فيهم، لا حتلاحظ في عندنا 2 أو 3 في نفس الستوك بايز. طيب هذا هن هيك خلصناهم. طيب. طيب أي سؤال لحد هون؟ طيب اخذتم هسه خلينا السلايدات قدام بدي ارجع لهم هسه. هسه في احد عنده اي سؤال على السيم اناليسز؟ طيب هسه في نقطه مهمه لازم يكون عارفينها لما احنا نتعامل مع هذا السيم اناليسز، كيف لما كنا نعمل بايندر جريدينج وبايندر سيلكشن اختلفنا، كانوا يختلفوا ولا لا؟ جريدينج شو كنا نعمل فيها؟ كلاسيفيكيشن، يعني بدي افهم شو هاي البايندر اللي عندي. السيلكشن بدي اختار اللي انا بدي اياه حسب الظروف. هون نفس الشيء، في عندك الاجريجيتس ستوك بايز الموجودين عندنا، وفي عندنا السيلكشن. نفرق كيف نطلع لهم. الاولى اللي هو اذا صح التعبير اجريجيت جريدنج او اللي هو سيف اناليسيس، الفكره منها احنا بدنا نطلع السيف سايزز. شو اجراءاتها هاي؟ كيف نعملهم؟ كيف نطلع التدرج لهم؟ حيكون في عندك الكسارات، كل كساره فيها ستوك باي عددهم 1 2 3 4 5 بعرفش حسب نوع الاجريجيت والكابابيلتيز تبعت هاي الكساره، بس انا مهتم اعرف شو فيها او شو الجراديشن لهذا الستوك باي. حنروح ناخذ عينه من هذا الستوك باي، نعمل سيف اناليسيس تيست، طلع معنا البيانات، بتكون معنا هاي التشارت. فبالتالي هاي التشارت هي موجوده لهذا الستوك باي، كاننا نعمل اجريتي جريدنج لهذا الستوك باي. واضحه هاي؟ واضح. ممكن العين هاي تكون كلها كلها كويس، أو كلها كويس مش شرط المبتدئ جدا بشكل، نسبة ممكن تكون مظبوطة. في طريقة من الأمراض العين لازم نجيناها. لا هسا الأجريجيت سامبلينج هذيك فيها بروسيجر ثاني، كمان تأخذ العين. بس إيش هذا سؤالك؟ هسا لما أخذ من الستوك باي البيانات اللي بتطلع معي هاي صحيحة مثلا، يعني لو أخذت 3 4 عينة بتكون كلهم زي ما هسا؟ أكيد أكيد لا معك، بس في عندنا مدى سماحية بالخطأ. بس مثلا مثلا إذا كانت البيرسنت مثلا باسنج 6% قبل شوي، أنت 6 العين الثاني كانت 7
8 شو مشكلة؟ أما أنت 6 مثل العينة 20 أو 30 لا في مشكلة في العينات هاي. تحط بس العينة إحنا نأخذها هتكون معبرة لهذا الاستقبال الكامل. هذاك إحنا بالسجل أخذناه سابق. تحط هسا فالاستقبال هذا أو الجراديشن هذا هو عبارة عن وصف كامل لهذا الاستقبال الموجود معنا. طبعا عندنا 5 استقبالز، كم كيرف حيكون عندنا؟ 5 مش مشكلة. عندنا 4 مش مشكلة. أجين هيكون أجين شفتوهم في الفيديو كان بيوزعهم لأحجام مختلفة. ها فكان الاستقبال هذا الأول اللي إحنا اشتغلنا وهاي تشارت سويته، هذا الاستقبال الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع. أجين هم بيوزعهم على أحجام موجودين. هون مثلا عندنا 4 استقبالز وتبر وهكذا. فإحنا هاي عملنا أناليسز للأول، عملنا أناليسز للثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا. وضحت؟ بس الشرط إنهم كلهم على الأغلب حيكونوا محصورين في عدد معين من السيبس. يعني مثل هذا اللي شفتوه، يعني الصورة هاي مثلا هذا استقبال الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع. كل واحد منهم عادة حيكون محصور في جزء معين من السيبس. وضحت لحد هون؟ طيب هسا الجزء الثاني اللي احنا نتعامل معاه اللي هو الجراديشن سيليكشن زي البايندر سيليكشن. البايندر سيليكشن كيف كنا نختاره؟ حسب ظروف الحرارة. في المنطقة الساخنة قلنا نختار 60-70، في المنطقة الباردة نختار 80-100. هون في شيء نسميه ميكس بيرفورمانس ريكويرمنتس، ايش هم؟ خليكم منهم بعدين نعرفه. بس في عندنا كريتيريا معينة، هذه الكريتيريا بتضبط اختيار الجراديشن. فلازم لما نختار الجراديشن للاجريتس لازم يكون بصيغه معينه. يعني تذكروا في شيء اسمه الجريدد؟ اه شو يعني الجريدد؟ لا وين سام واحد واحد يا حسام؟ ايش يعني الجريدد جراديشن؟ ايش مدرج بشكل جيد؟ شو معنى مدرج بشكل جيد؟ اي حمزه ها ويل جريدد يس ويل جريدد يعني فيه من كل الاحجام. طيب سنجل جريدد حجم واحد. هسا في ما في بعض اليوزج انا بحتاج بدي ويل جريدد. انا اجريت جريديشن سيليكشن. في بعض المرات انا بحتاج ويل جريدد، في بعض المرات بدي احتاج سنجل جريدد. يعني مثلا السيل كود تذكروا حكيت لكم عنها اللي احنا بنرش الاسفلت بعدين بنحط فيه اجريت نغرزهم، هاي بدها سنجل جريديشن، بدنا الاجريت تكون سنجل جريد اللي هو وثن رينج صغير حنحكي عنه بعدين. الخلطة الأسفلتية هاي اللي بنشوفها لا بدها تكون ويل جريدد. ويل جريدد يعني كل الأحجام. وضحت؟ هسا اختيارنا لهذول هل هو سنجل جريدد ويل جريدد؟ في عنا ميكس بيرفورمانس كريتيريا، في كريتيريا بتضبطني شو اللي أنا بدي إياه. فمثلا تتذكروا لما كنت تأخذ في مواد بنا كنت تشيكوا الباسنج ما بين 90 ل 100 على كل سيفز 80 ل 90 ولا ما أخذناهم؟ لما كنتوا تشيكوا الليمتس تذكرهم شيكنا الليمتس مواد بنا لا انه هذا السيف لازم انه هذا البيرسنت باسنج تجي بين هذا الرقم وهذا الرقم. طيب بدأت على كل حال هسا تخيلوا هاي التشارت، هاي شايفين هاي التشارت سيف سايز، سيف سايز مع البيرسنت باسنج. هسا لظروف معينه
مجبورين احنا نمشي ضمن المنطقه الخضراء اللي شايفينها قدامك. اجين انا ديزاينر بدي اختار جراديشن معين، بدي اختار والجريدد، والجريدد لازم مثلا يكون ضمن هاي الاحجام موجودين. هسه حتى نبعد عن مشاكل معينه لازم هذا الجراديشن يكون ضمن هذول الليمت، يعني لازم انا اختار جراديشن بيناتهم. عملت جراديشن هون؟ لا. عملت جراديشن لون؟ حيصير مشاكل. وضحت؟ هذول اللي هم الليمتس وحنحكي عنهم بعدين. هسه فمثلا هذا الجراديشن اللي انا اخترته هذا والجريدل، انا هذا از ديزاينر اللي انا اخترته وضحت. طيب هي واحد بس اللي موجود بالواقع في ويل جريدد من بالكسرات عندهم بالستوك بايس، بلاقي ستوك بايس ويل جريدد؟ لا لا. شو الحل؟ نختار بيناتهم. عملية الاختيار بيناتهم حتصير بالتحويل هذا، نروح نعمل سيب اناليسز. اوكي الستوك بايس هذول السيب اناليسز اللي احنا عملناه قبل شوي لهم، ومنهم اخذ نسب مختلفة وبختار الجراديشن او النسب اللي بتعطيني هذا الجراديشن اللي انا اخترته. واضحه لحد هون؟ هذا اللي هو الجراديشن اللي انا بختاره في الستوك بايز المتوفرين عندي. طيب سنرجع هناك هسه. طيب. حكينا البيرسنت ريتيند على نمبر فور ايش مالهم هذول؟ شو سميناهم؟ كورس اجريجيت صح؟ طيب هسه الكورس اجريجيت هذول ففعليا من هذول الستوك الاجريجيت هذول الكورس هذول الكورس هذول الكورس ولا لا؟ طيب فبالتالي لو انا عملت جريديشن شارت هذا اطلع لهم وقاعد اشوف نسبة البيرسنت ريتيند على نمبر فور اوكي نسبة عالية، فكأنه انا بحكي انه هذول صار عندي تصور انه هذول الثلاث. هسه بس في فرق بيناتهم ولا لا؟ ايش هو الفرق بيناتهم؟ بالسايز او اكبر سايز موجود هسه صح؟ هذول كأنه اكبر سايز فيهم خمسة، هذول 12.5، هذول 25 ملليمتر. هسه هاي الاكبر اجريجيت بارتكل سايز بتهمنا لعده فاكتورز. ذكرين في مواد بينا شو تهمتنا مثلا؟ طيب غيره؟ طيب هسه تخيل انت عم تعمل لودينج، ها بدك تعمل لودينج لهذا الميكس ويتش وان، او احنا اتفقنا ان اللود ترانسفير بشكل اساسي بيروح عن طريق الاجريجيت. ايات راح يعمل ريزيستنس لللودنج افضل؟ ال 20 ال 25 ولا ال 4 و5؟ لحي له مقاومه اقوى، مقاومه اللود 25 حتكون اقوى لان الحبات اجريجيت الاقوى البارتكلز الكبير. هسه فبالتالي حتكون مور ريزيستنس للراتي. طيب هسه فبالتالي بدنا اداه حتى احنا نقدر نعرف شو اكبر حجم من الاجريجيتس الموجودين في هذا الستوك بايز. تذكر سمعتوا ايش اسمه الماكسيمم اجريجيت سايز ونمنا الماكسيمم اجريجيت سايز؟ ماكسيمم اجريجيت سايز. طيب هسه حبات لما احنا نختار الميكس لما نعمل ديزاين، اذا كان هذا الميكس حجم الحبات الموجوده فيه، اجين لما نحكي الميكس اللي هو انا صممنا لكم اياه اللي خلطناه المره الماضيه، اذا كان حجم الحبيبات صغير حتكون في عندنا مشاكل انستيبل او لو ستيفنس ميكشر، واذا كان الماكسيم اجريجيت سايز تو لارج حيصير يجمع عندنا مشاكل في الوركابيليتي والسيجريجيشن. سيجريجيشن تعرف شو هو؟ انه بتنفصل حبات الاجريجيت عن الميكس like this one. هذا الكورس بارتكل صار ينفصلوا عن الخلطه، يعني الخلطه لازم تبين هوموجينيس
مثل جسر هاي أوضح. كانوا الحبات الكورس أجريت لحالهم، فبالتالي هون ليش؟ لأن الحبات التو ماكسيمم، الماكسيمم أجريت سايز إز تو لارج، فبالتالي بدنا إحنا لما نختار الماكس يكون الماكسيمم سايز نوت تو سمول ونوت تو لارج. حتى نضبطها بدنا نطلع أو نستخدم بارامتر لأجل ذلك، نستخدم إشي بنسميه الماكسيمم أجريت سايز والنومينال ماكسيمم أجريت سايز. هذول الأداتين او تو بارامترز هذول بيعطونا دلاله عن ايش اكبر حجم حبات الاجريجيت الموجوده في هذا الجراديشن اللي انا بدي اياه. طيب هذا الستوك بايل اللي احنا عملنا له اناليسيس، هذا الاماونت ريتيند وهذا البيرسنت باس. اوكي لا عفوا خليني ارجع للديفينيشن بس بعدها. طيب الديفينيشن لهم كالتالي: واحد الماكسيم اجريجيت سايز. هسا ذكروني السيفز احنا بنرتبهم من ايش؟ من الكبير للصغير صح؟ فكل ما انزل لتحت سيف. طيب ممتاز. هون is the smallest sieve اصغر سيف، يعني انا بدي اشيك السيفز من 1 2 3 4 اللي بيحقق الشرطة اللي بدي احكي عنها. smallest sieves which is 100% of the aggregate sample particle pass. هذا السيف أصغر سيف 100% من الأجريجيت تعبر منه، اللي هو البيرسن باسك حتكون عنده 100%. هذا حنسميه ماكسيمم سايز. يعني لو نرجع للإكزامبل تبعنا هذا، هون وين البيرسن باسك؟ 4.5. فهذا ماكسيمم أجريجيت سايز. طيب هسه الثاني اللي هو النومينال ماكسيمم اجريجيت سايز از ذا سمولست سيف، برضو اصغر سيف ترجع شيكهم من فوق لتحت، ذات ريتين حترجع اجريجيت سم اوف اجريجيت بارتيكل بات جنرال نوت مور ذان 10% باي ذا ويت. هذا السيف على الاقل بيرجع اجريجيت بس ايش ماله؟ اقل من 10%، يعني البيرسنت باسنج عليه لازم تكون اكبر من 90%. طيب نطلع على هذول السيفز، هذا الريتيند عليه 0، هذا 6%، هون 18. هسه وقف هون، هذا خطا خلاص، يا هذا يا هذا. شو الشرط؟ سمولس وين اصغر واحد؟ فنقول الانا ماس هو نمبر 8 وهذا نمبر. طيب ناخذ اكزامبل ثاني، ناخذ اكزامبل ثاني. هون لهذا الستوك باي اند فاينز ماكسيمم اجريجيت سايز، شو تعريفه؟ أصغر سيف البيرسنت باسنج 100، هذا باسنج 100 تمام. هون لا خلاص، وين أصغر واحد فيهم؟ هذا 12.5، نقول 12.5. هسه الأنا ماس 9.5، هذا لا، هذا لا، من هون بلشنا تمام؟ لا، هنقول أصغر واحد 9.5، هذا 9.5. وضحت؟ طيب احكي. طيب انا بدي اطلع لهذول السلايد وارجع لهناك بعدين. هسه زي ما حكيت لكم في البداية، الهدف من هذا السيف سايز انه احنا اذا عرفنا نقرا السيف اناليسيس، اذا عرفنا نقرا بطريقة صحيحة، الاصل انه احنا نقدر نفهم شو الجراديشن هذا الموجود فيه. طيب نطلع على هذا الاكزامبل، هذول الستوك بايز مختلفين، هذول 1 2 3 هاي 4،
عملنا السيب أناليسيز لهم. كيف عملنا السيب أناليسيز زكيات؟ أخذنا هذا الستوك بايل الأول، أخذنا من عينة وهكذا. طيب من هذا الستوك بايل الأول الماكسيم أجريجيت سايز قديش؟ 12.5. هذا أنا بحكي عن الستوك بايل الثاني اللي هو 16. الآن أمس 12 مظبوط. طيب البيرسنت كورس، بيرسنت فاين، بيرسنت دست. ها بيرسنت كورس قديش؟ هاي الأربعة. أيوة ثلاث مظبوط مظبوط. بعرفش أنا خلاص البيانات نعبر عنهم في البيرسنت باسل، فهاي حتكون 97 ونص. البيرسنت فايل 99. كيف نجيب 99؟ هاي نمبر 200 1%. فاين حكينا ايش ماله البيانات بس اللي انا بقول. طيب الدرس قديش؟ شباب 1%. الدرس بيرسنت باسنج 200 1%. الفاين 3% ولا ما بين النمبر 4 ونمبر 200 3 ناقص 1 2%. طيب حنرجع احنا المره الثانيه. طيب شو نفهم من هذول الارقام؟ افهم منهم كالتالي: اكبر حجم ماكسيموم سايز هو 16، اغلب تقريبا اقل من 10% من الاجريجيتس هذول 12.5 او محصورين ما بين 12.5 والسيفي اللي انا بتعامل من فوقيه اللي هو 16. 97% من الستوك بايل هذول حيكونوا كورس ولهم حجم اكبر من 74. نسبه الفاين 2% تقريبا، هذا اللي هو ما بين نمبر 4 ونمبر 200. الدست 1%. وكأني أنا بوصف هاي الصورة. هذا اللي قاعد نشوفه. طيب ثلاثة في المية بس هذا كام؟ واحد في المية بس هذا كام؟ قديش بيناتهم؟ طيب الديرتي دست هذا نفس الشيء ماكسيم اجريجيت سايز 9.5. هذا اخر واحد النوم الماكسيم اجريجيت سايز 4.75. نسبة الكورس 7%. والفاين 93.7. ايش ايش هي ال 20؟ هاي 93 بينات. طيب نسبة الدست بالمية. طيب شو نفهم من هاي؟ في حسب مقارنة باللي قبل شوي هذا في أجريت كبيرة في 9.5. نوم الماكس أجريت سايز 4.75. هاي الكورس أجريت قديش نسبتهم؟ 7%. 7% مقارنة اللي قبل شوي قديش كان؟ 97. معناته هذا أغلب أصغر من الـ 4.75. طيب هذول الأصغر من الـ 4.75 نسبة الفاين اللي هو تقريبا 8% ونسبة الدست 13%.
تلميح. في دست منيح، في فاين، ولا في كورس، بس هذا الكورس قليل جدا، تحكي عن 7%. مش كان نوصف هذا او بتقارن بيناتهم هم الاثنين هون، هذول الاثنين، هذا الراك وهذا. ايش هو؟ نعم طيب الان فاينز هذا شو شايفينه؟ خليه هذا نشتغل مع بعض. ان فاينز ماكسيم اجريجيت سايز 12.5، في حبات كبار. النومن الماكسيم اجريجيت سايز 9.5. طيب البيرسنت كورس 17%، في نسبة 17% كورس. وقديش الباقي حيكون نسبة الفاين او نسبة الدست؟ 4.5. نسبة الفاين 4.5، واللي هو هاي الصورة اللي احنا بدنا اياها. فكان الاستقبايز هذول ان شاء الله في صورة لهم كاملين. هاي الصورة ما بين الانفاينز والرك وهكذا. هسا الجراديشن اللي انا بدي اياه، او خلينا نطلع قبل هيك من هذول الاربعة اللي قدامكم، هسا الجراديشن اللي انا بدي اياه لازم يكون فيه من كل هذول السيفز. اي واحد منهم بيزبط؟ ولا واحد. لانه اذا بتلاحظوا كل واحد منهم فيه جزء معين من الرسمه. الحل ناخذ نسب منهم، بس هسا اخذ النسب هاي كالتالي. يعني مثلا لو انت بدك تاخذ دست، جزئيه الدست من اي واحد حتاخذه؟ الأخير. طب الثاني شو ماله؟ أي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. الثاني ما فيش دست، صح؟ طيب لو أنا بدي السيف مثلا بدي أجريجيت الأكبر من 12.5، وين حلاقيهم هذول؟ ها؟ الأجريجيت أكبر من 12.5 وين حلاقيهم؟ في أي واحد؟ الثاني. كيف الثاني؟ لأن في ما بين 8% ما بين هذا وهذا، هذا فيه؟ لا، هذا ولا هذا. وهذا قاعدين نحكي عنه. تفاصيل ثانية بدنا نحكي عنها، ليش أسأل عنها هسا؟ هسا من هون من هذول الستوك بايز، فعليا إذا أنا أخذت مجموعة من هذا يعني كالتالي، هاعتمد على هذا السيفز حتى آخذ هذول، وعلى هذا حتى آخذ هذول، وعلى هذا حتى آخذ هذول، على اخر واحد اخطط منه، ندمجهم حيصير معي الجراديشن اللي انا بدي اياه. فهذا اللي احنا رح نعمله اخر شيء. وضحت؟ بس حتى نعمله لازم نكون على الاقل نفهم ايش المعلومات اللي قاعده تصير، او ايش البيانات المتوفره في الستوك بايز هذول. طيب هسه في كمان اكزامبل ثاني ممكن كنتوا تطلعوا له وتحلوا لحالكم. هسا بالدرجة على هاي الصورة اللي ورا اللي هو الايديال اجريجيت جراديشن، هذول السلايدز الموجودين. هسا لما احنا نختار الاجريجيت جراديشن بدنا والجريدد، والجريدد فيه فراغات، عفوا والجريدد فيه كل الاحجام. اكبر على سبيل الله. هسا الويل جريدد فيه كل الفراغ، فيه كل الاحجام. هسه ما بين حبات الاجريجيت لما احنا بنحطهم في اللي هو الفراغات بيناتهم، يعني تخيل. طيب نرجع خلينا نتخيل في الصوره هاي، تذكروا عينه الكومباكت اللي شفناها بالفيل باللاب؟ طيب هاي كان في عندي قالب، صح؟ في قالب كنا نحط فيه المواد. طيب هسه بنتخيل احنا بنضيف الماده ماده، تخيل انه هذا لايك القالب، هون كلوز اب زي سلايس اخذناه، هذا هون فاضي، الفوليوم هذا فاضي، هذا فاضي. هسه لو ضفنا اجريجيتس، الاجريجيتس هذول حيعبوا العين، صح؟
هسه الاجريت هذول لابد انه ايش يكون في بيناتهم فراغات. هذول الفراغات ونحفظ هذا الاسم بشكل ممتاز بنسميهم voids in mineral aggregate. voids in mineral aggregate يعني هذول الفراغات اللي هم عندكم في اللون الابيض اللي هم الفراغات ما بين حبات الاجريت. هذول الفراغات حيصير فيهم شغلتين، لما نضيف الاسفلت الاسفلت حي جزء منه حيعبي هذول الفراغات وجزء منه حيظل ايش فاضي فراغ اللي هو سميناه الاير فويد. واضح لحد هون؟ تابعين معي؟ طيب هسه هذول الفراغات اجين الفويدز من الاجريت اللي هم الفراغات من بين حبات الاجريت جزء اساسي يتحكم بكميتهم اللي هو الجريديشن. كيف؟ لما اياته اللي حيكون في فراغات اكثر اذا كانت الحبات الكبار ولا الحبات الصغار؟ كبار. فبالتالي تخيلوا كالتالي، لو انت نفس الفوليوم بدك تعبيه حبات اجريت كبار حتكون هذه الفراغات بيناتها سمولر اجريت الفراغات ايش ما عم بتكون اصغر. ميكس بيناتهم حيكون في الرينج هذا بيناتهم صح؟ اذا كانت ميكس ما بين الكورس والفاين، فتخيلوا هذا الكورس وهذا فاين وهذا اللي هو الويل جريدد اللي احنا بدنا اياه بيناتهم. هسه كل ما احنا ممكن نصل لهون ممكن كل الفراغات بيناتهم. هسه في جراديشن معين، هذا الجراديشن اذا اخذنا من النسب كامله هذا حيعطيني اقل كميه ممكنه من الفراغات او اقل حجم ممكن من الفراغات. هذا الاقل حجم من الفراغات كدنسيتي شو كنا بنحكي عن ماكسيمم دنسيتي، فلما احكي اقل فوليوم من فراغات يعني الفراغات ايش يعني اقل فوليوم من فراغات كانه ما فيش فراغات بين حبات الاجريت، ما فيش فراغات هوائيه فكلها اجريت، فكانوا بنحكي عن ايش ماكسيمم دنسيتي. طيب هسه فاهمين علي شو يعني؟ هذا اللي هو الماكسيمم دنسيتي. الجراديشن اللي يعطينا ماكسيمم دنسيتي حنسميه ماكسيمم دنسيتي جراديشن. ايش هو هذا الجراديشن؟ هو الجراديشن اذا انا اخترت الاجريجيتس منه وعملتهم حيعطيني ماكسيمم دنسيتي او فراغات تساوي زيرو. واضح؟ طيب هسه السؤال كالتالي، انا كديزاينر ايش الاحسن الي؟ اختار الماكسيمم دنسيتي لاين ولا ابعد عنه؟ ابدا. ليش بدك تبعد عنه؟ باوندينج بيناتهم غيره. طيب هسه هذا الجراديشن اذا كانت الفراغات قليله كالتالي راح يصير. هذا الجزء هو فعليا كل فراغ حيمتلى بجزئين، جزء منه حيمتلى بالاسفلت وجزء منه حيظل فاضي. هسه الاسفلت بالصيف بده يصير تمدد، هسه لازم يلاقي مكان يتمدد فيه اللي هو الاصل يكون فيه هذا الفراغ. اذا ما صار فيه هذا الفراغ حيصير عندنا ايش نسميه بليدنج، حيصير بده يتمدد حيطلع للسطح. فبالتالي انا بدي فراغات، واضح؟ فبالتالي لازم انا ابعد عن الماكسيمم دنسيتي لاين، بس هاي الفراغات برضه لازم اضبطها، بس مبدئيا لحد هون نبعد عن هذا اللاين بحيث ان يكون عندي ايش ماكسيمم دنسيتي لاين، عفوا عندي فراغات كافيه بحيث تبعد عنه. هسه هذا الماكسيمم دنسيتي لاين او هذا الماكسيمم دنسيتي جراديشن بيختلف باختلاف حجم حبات الاجريت اللي انا او اكبر حجم موجود. يعني مثلا اذا كان هذا الارج الاجريت 25 ملم او 19 ملم او 12.5 ملم، انا بحكي عن الماكسيمم اجريت سايز. الجراديشن اللي انت بتحتاجه حتى تعبي الفراغات بيناتهم بيختلف من واحد للثاني ولا لا؟
صح؟ متخيلين معي؟ يعني تخيل هذا 25 وهذا 19. الجراديشن اللي انا بدي اختاره حتى اعبي الفراغات هاي يختلف من هذا لهذا حتى يعطيني الماكسيمم دنسيتي او زيرو اير فولت. طيب هسه فبالتالي احنا لازم نعرف هذا الجراديشن اللي هو الماكسيمم دنسيتي لاين، لازم لما نختار الجراديشن يكون موجود بحيث ان انا ابعد عنه اثناء السلكشن. وهذا اللي احنا بدنا نعمله هسه، بدنا نضيفه على التشارت. ايش بنسميه؟ الماكسيمم دنسيتي لاين او ماكسيمم دنسيتي جراديشن. ايش هو الجراديشن لهذا الحجم او لهذا الماكسيمم اجريجيت سايز اللي اذا انا اتبعته حيعطيني زيرو ايرفولت. طبعا هذا كله نظري. وهنا بالنسبه لهذا الحجم عده ثيوريز موجودين. اشهرهم اللي هو فيلر اند تيمسون ثيوري، وربطوها كالتالي: الجراديشن او البيرسنت باسنج لهذا للماكسيمم دنسيتي لاين الام دي ال هي عباره عن السيف سايز ديفايدد باي الماكسيمم سايز لهذا الجراديشن انت شغال فيه فيتد باي الان فاكتور، واللي هو اختاروه باي الفيدرال هاي واي لتو بي 0.45. يعني كالتالي ناخذ الاكزامبل هذا نوقف عنده. عندي اجريجيتس هذول الماكسيمم سايز لهم 25. شو الجراديشن اللي انا اذا اخترته اذا اتبعته لهي الاجريجيتس حيعطينا ماكسيمم دنسيتي لاين؟ كالتالي شو السيز اللي عندنا هذول؟ نطلع هسه البيرسنت باسنج، نطلعها كالتالي. هون الدي اي هو عداد السيفز هذول، فهون حتكون ال 25 على ال 25 اس 0.45، هذا 19 ال 25 اس 0.45، هذا نفس الشيء 9.5 على 25 اس 0.45، حتعطينا البيرسنت الباسنج لهاي السيفز. الـ188 73 هذا الجراديشن للماكسيم سايز 25 اذا انا اتبعته ححصل على الماكسيم دنسيتي، ماكسيم دنسيتي لهذا اللاين. فهو زي هذا اللاين لو نجي نرسمها هي هون، هاي هاي ال100 هي 88 وهكذا. هاي رسمت لكم اياها. ايش هو هاي الامدان؟ طيب هسه هاي الرسمه انا بدي اختار جراديشن وحدي فيها هذا. هذا الجراديشن ماكسيم سايز له 25. هسه لو انا مشيت الجراديشن اللي انا اخترته له من هون حيكون عندي ماكسيمم دنسيتي. هذا الماكسيمم دنسيتي زي ما اتفقنا حتكون لوست اير فويدز او فراغات الموجودين بين الحبات الاجريت، ولا حتعملنا احد المشاكل اللي اتفقنا عليها قبل شوي. شو الحل؟ نتحرك حوالين، وضحت؟ فبالتالي هذا حستخدمه زي جايدنس، فنقول اوكي تمام انا بدي والجريدد حاقول زي هيك. طبعا كل ما تبعد عنه بهاي الجهات حتزيد الفراغات ما بين حبات الاجريد، وهاي الفراغات شفتوا لما حكيت لكم بيكس بيرفورمنس كريتيريا ريكويرمنت هم هذول بنحكي عنهم، بس بعدين ان شاء الله نحكي عنهم بالتفصيل بعدين. وضحت لحد هون؟ فهذا زي شيء نسقطه على التشارت بحيث انه نعرف كيف نتحرك على التشارتس الموجودة معنا. طيب أي سؤال؟